قرار فاجأ الفلسطينيين بعد أن أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تعليق أعمالها في قطاع غزة عقب اقتحام بعض المتظاهرين مقرها الرئيسي احتجاجا على تقليص المساعدات. وقالت الوكالة إن عجزا في ميزانيتها أجبرها على وقف بعض المساعدات النقدية، مما أثار غضب البعض وتسبب في احتجاجات شبتها أعمال عنف خلال الأيام الماضية بلغت ذروتها باقتحام المقر الرئيسي في غزة. لكن الوكالة أكدت أن ما حدث أمر مسبوق وغير مبرر. بدوره وصف سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس الخطوة التي اتخذتها أونروا بأنها غير مبررة. الناس من حقهم الاحتجاج على تقليصات وكالة الغوث، ولكن في نفس الوقت نحن نرفض أي مساس بوكالة الغوث أو الإساءة لها. ولذلك الأمن الفلسطيني حينما طلبت إدارة الوكالة منه التدخل حضر إلى المكان وقام بإعادة النظام ووقف حالة الفوضى. ولذلك نحن ندعو وكالة الغوث إلى إعادة تقييم خطواتها، ونؤكد على أهمية استمرار وكالة الغوث في القيام دورها خدمة للاجئين الفلسطينيين. وقد استعجل البعض قرار أونروا وتساءل عن الدوافع. وليش الأونروا بدها تسكر مقرات الإغاثة بتاعتها؟ يعني هذا بيعطي ألف علامة استفهام. هل في مؤسسات، هل في جهات معنية لحصار هذا الشعب فوق الحصار اللي هو فيه؟ ويعتمد نحو 800 ألف فلسطيني، أي نحو ثلثي إجمالي عدد سكان قطاع غزة، على مساعدة الأونروا، ومن ثم فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الصعاب الناجمة عن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية والمصرية على الحدود. وتؤكد الوكالة أن كافة مراكز الإغاثة والتوزيع ستظل مغلقة حتى تقدم كل الجهات المعنية الضمانات المطلوبة بأن عمليات أونروا يمكن أن تستمر دون معوقات. ورغم تقليص المساعدات النقدية، إلا أن المساعدات الغذائية التي تقدمها الوكالة في غزة ستستمر دون أي تغيير. يولا زهر الدين، بي بي سي.